بلبنان لأسباب أنا بالنسبة إلي منا مفهومة ويعملوا الحملات يلي شفناها كلها سوا. من هون بدي أقول نرفض كليا الحملات يلي صارت على غبطة البقيات. إذا بدي سلم جدلا استطرادا كليا إنه في شيء ما يمكن في خطوة ما بدأ تصويب، إذا بدي سلم جدلا عم بحكي على مستوى النظري، هي مجلس المطار الموالي هو اللي بيعملها. بكل عاداتنا وتقاليدنا اللبنانية ما تعودنا إنه نشوف حدا من 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 طائفة، وهون عم نحكي عن رئيس طائفة ما عم نحكي عن رئيس حزب سياسي، يلي رئيس حزب سياسي ممكن يكون معرض لكل أنواع الانتقادات أو لاقتراحات عليه، بس ما شفنا على إنه ناس معينين بينتقدوا رئيس طائفة أخرى انطلاقا من خطوة رعوية، برجع بقول رعوية مفكر يعملها. مشان هيك الحملة منا بمحلها، نحن بنستنكرها كليا، نتمنى على اللي عم يقوموا بها الحملة ينصرفوا إلى اهتماماتهم وأمورهم بما يتعلق باهتمامات الطائفة المارونية ورئيس الكنيسة الأساقفة ورئيس الكنيسة بالذات، هن بيعرفوا بالضبط شو لازم يعملوا. من جهة تانية طبعا هذا بشكل أساسي اللي خلاني أجي اليوم. هلا من جهة تانية طبعا توقفنا مطولا عند الاستحقاق الرئاسي، وكان إلنا ضبط وأنا يعني توقفنا كتير عند كل الاجتماعات اللي صارت ببكركي وبالأخص بهالقاعة، توقفنا عند الاجتماعات وعند كل ما قيل في هالاجتماعات، وتأسفنا كتير على أنه كل ما قيل جرى التصرف بعكسه، خصوصا جهة مقاطعة جلسات الانتخاب. من أول ما بلش الاجتماعات بكركي من 4 أشهر تقريبا، ضبطة البطريرك كان يقول أنا ما عندي مرشح معين، أنتوا كلكم أنتوا بتعرفوا مين بدكم ترشحوا، بتحبوا تترشحوا كلكم ترشحوا كلكم سوا وروحوا، واللي بيطلع مجلس النواب هو اللي بنعترف فيه ونمشي فيه كلنا سوا رئيس جمهورية، وإذا بتحبوا غير هيك تتفاهموا على رئيس تتفاهموا على رئيس، بس المهم إنه الإجراءات الرئاسية إجراءات انتخابات الرئاسة تصير كما يجب أن تكون. اتفقنا على هالأساس، بس إجا وقت الاستحقاق للأسف يعني في بعض الفرقاء من يلو كانوا قاعدين على الطاولة ضربوا بعرض الحائط كل يلي حاكينه هون وقاطعوا الجلسات، وبعضهم قاطعينا إلى حد يمكن تعطيل الاستحقاق ككل. توقفنا مطولة عند هالوية، وصراحة غبت وكان كتير كتير متألم يعني غير على المستوى العام، طبعا على المستوى العام حتى على المستوى الشخصي، انه خي ما قاعدين نحن مش انه حدا خبرنا عنكم، ما عم تقولوا لنا الا نحن. طيب حد ادنى من احترام الموقع واحترام الشخص واحترام الحضور واحترام كلام الانسان، حد ادنى ما توفر. فاستعرضنا الوضع من هالناحيه وشفنا شو ممكن ينعمل. انا من جهتي افضل شيء فيني اعمله هو كفي أعمل اللي عم بعمله من ناحية ترشحي، من ناحية تقديم برنامج، من ناحية حضور نوابنا وكل نواب 14 جلسات، لأنه هذا اللي فيها نعمله، هذا اللي لازم نعمله، هذا أقصى ما يمكن أن نفعله من أجل الاستحقاق، بانتظار أن يعي الآخرون اللي عم بيقطعوا الآخرين أنه هيك ما رح تودي لمطرح إلا لتعطيل وبالتالي فراغ في سدة الرئاسة. بتمنى يقدر غبطة البدرك بوقت قريب يرجع يقنعهم يكون عندهم مرشح. يكون في دور بس على جديد يجمعنا. أنا هيك مش قصة يجمع، لا رح يعمل هلا اتصالات بالمعنيين، لأنه نحن ما في زوب، نحن ماشي الحال. مين بده يعمل اتصالات باللي عم بيقاطعوا باللي عم بيقاطعوا يقول لهم على إنه المقاطعة مش هيك اتفقنا، المقاطعة مش هيك الانتخابات الرئاسية، وهي رح تعطي إلى فراغ. في محاولة منه لإقناعهم بالنزول إلى الجلسات وبالتالي حصول الانتخابات والوصول إلى رئيس الجمهورية. دكتور جعجع، حضرتك بتعتبر إنه المقاطعة هي اللي عم بتعطل الاستحقاق الرئاسي، بوقت في كتير من نواب التيار الوطني الحر بيحكوا بإنه ترشيحك هو اللي معطل الاستحقاق الرئاسي، وترشيحك هو ترشيح تحدي، وبالتالي هو اللي مخلى النواب ما يفوتوا على القاعة. من يعرف الأد ترشيحي مفعوله قوي، بس بدي أقوله إنه هذا حقي الطبيعي مثل ما حق كل مواطن لبناني
انه يترشح اذا في انتخابات ان كانت نيابيه ولا رئاسيه. مش مقبول على انه هن هيك يتعدوا على حقوق الاخرين. فيني وصفه ترشيحي مثل ما بدهم هن، بس ترشيحي مش ترشيح تحدي، ترشيح برنامج. يعني عندي برنامج واضح، وبدل ما يشكروني لانه ما عم خبي شيء ولا عم جرب دور الزوايا مجرد تقصر اي جمهوريه، عم بطرح الامور مثل ما انا شايفها بغض النظر قديش بتاثر على حملة الرئيسيه ولا لا. بتاسف انه ينحكى هيك حكي. انا مش مرشح تصادمي ابدا، ما همي انه اتصادم مع اي حدا، بس بالذات الوقت همي صراحه يصير في دوله بلبنان، ما فيها نكفي مثل ما نحن. بالمقابل اللي عم بصير تعطيل واكثر من تعطيل. القاعده هي الحضور مش عدم الحضور. لو بلبنان في احتلالات بالوقت الحاضر او في ظرف قاهر امني او عسكري والواحد ما في يعبر عن رايه، بقول لك ممكن تكون هي الوسيله الوحيده للتعبير عن الراي. بس الوسيله الطبيعيه للتعبير عن الراي هلا انه ينزلوا الكل ويصوتوا للي بدهم يصوتوا، يصوتوا للي بدهم. دكتور شارجع بعدكم متخوفين من الفراغ؟ يعني عم يزداد خوفكم من الفراغ؟ عم يزداد خوف من الفراغ الحقيقه. بس نحن شو فينا نعمل؟ انا بقول على الصعيد بقول شغله انه اي شيء فينا نعمله، حدا بس يقدر علي اقتراح تما نوصل على الفراغ انا مستعد اخذه، بس حدا يقدر اقتراح عمل. دكتور جعجع، اذا قبل 25 شهر فرضت تسوية معينه، مستعد حضرتك تسحب ترشيحك؟ بدي اعرف مين وشو وليش. انا يعني ولا انا يوم مطروح اسم فخامه الرئيس اني نجمي وزار حضرتك وكانت الاجواء ايجابيه. انا ولا يوم من الايام كنت من جماعه يعني انا او لا احد. اي طرح جدي يؤدي الى حصول الانتخابات بس عشرت برئيس جدي ويحمل حد مقبول من القناعات اللي موجوده ببرنامجي، انا مستعد اطرح الامر على بساط البحث. ولا باي شكل انه هيك اخذها شخصيه على الاطلاق، بس ما بدك عرض جدي. اكدت هالشيء لصاحب الغبطه؟ 100%. حكيم بدي ارجع لموضوع صاحب الغبطه، بدي ارجع لموضوع صاحب الغبطه. في مبعدين لبنانيين اصلا من لبنان، هل تطرقتم الى هذا الموضوع وكيفيه اعادتهم الى لبنان؟ صراحة لا، فاتنا هالتفصيل لأنه كنا عم نحكي بالزيارة بمجملها. بس هذا موضوع بتصور وأنا شفت حتى بوسائل الإعلام أصلاً بذهن غبطته وراح يطرحوا، يمكن راح يشوفوا منهم هو هونيك وتنشوف كيف بدنا ندفع باتجاه إعادتهم إلى لبنان من جديد. لأنه ما بيسوى نحن بإيدنا نخسر 10-15 ألف لبناني إذا حدا عليه جريمة محددة. طبعا نحن ما بنقبل على انه يكون معنا، بس اذا حدا كان يقطع على الشريط الحدودي تيروح يشتغل بالوقت اللي كل الطرقات باتجاه بيروت كانت مقفله، لا هذا مش حق انه نتركه باسرائيل وما نخليه يرجع على لبنان. دكتور جعجع، في لائحه بنقراها بالصحف انها هي الاسماء المفضله لدى البطريرك الماروني. نعم. هل قال لك يعني هذا الامر؟ هل ذكر امامك الاسماء المفضله لديه؟ ابدا 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 ابدا، غبطه ما دخل ولا باي حال من الاحوال باي اسم من الاسماء. كل بهمه يحصل الاستحقاق، ويحصل الاستحقاق بالاجراءات الدستوريه كما يجب، وهذا مش حاصل بالوقت الحاضر. كل جهده بده يكون ليحاول يامن حصول. واذا ما سمعوا منه دكتور جعجع؟ بيكون لا حول ولا قوه الا بالله، وبيكون للاسف في فريق، وللاسف فريق مسيحي يعني من حيث يدري او لا يدري عم بيدفع باتجاه الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية. الشغلة يلي هلا ما لازم نوقع فيها، في انتخابات، في مجلس نيابي، في 128 نائب موجودين، اللي بيحب يترشح يترشح يعمل كل معركته وننزل لتحت. هيدي الطريقة الوحيدة، الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاستحقاق هو إنه نلتزم بالإجراءات الدستورية المنصوص عنها بالدستور. حكيم حكيت عن رئيس إذا اتفقوا على شخص معين حضرتك ضمن المبادئ، يعني في حال كان هالرئيس المرشح اذا صار في مجال لشخصيه من يلي بيحبوا قلبك ما هيك بحد مقبول من المواصفات السياسيه، انا مستعد لكل بحث، مستعد لكل بحث، مش واقف ابدا ومش معتبر انه بترشيحي وبس. يعني مش شرط تكون الشخصيه من 14 لا بلا ايوه اوكي شكرا حبيبي.